حاجة تانية، الخامات اللي بتستخدميها ايه؟ في الكولكشن دي سيلفر وجولد عيار 18. ده سيلفر وجولد بجد؟ طب ما الحاجه كده يا ريم هتبقى غاليه جدا. معلش الغالي للغالي. هنتكلم في الموضوع ده بس تعالى نشوف منمن ونرجع لك. ده يجنن كمان، ده كله بليتد سيلفر ولا هو فضة؟ لا هو سيلفر وبليتد بلاتين. سيلفر بس يعني اصل مش الريم انت حاجتك كبيره وهتفضل طول عمرها دي، هل لو حد عجبه حاجه زي كده ممكن تعملها له ماتل ولا خلاص ترفضي بقى دلوقتي؟ لا ممكن اعملها. ممكن اللي هو ماتل عادي. ممكن يعني ممكن اعملها. يعني اجرب اجرب. طب كلمينا بقى العقد تحفه الحلقه كل حاجه حلوه بصراحه. بصي هي الدواير دي لانه كل حاجه في الكون عباره عن دواير. يعني الكواكب بتمشي في مدارات دواير. الشكرات اللي حوالين جسمنا كلها دواير. فكان ده يعني الفكره جت من كده او ان انا اخدت فكره الدواير من كده. مدارات كل حاجه ماشيه دواير حواليكي. طب قولي لي حاجه، انا شايفه ان هي لابسه في نفس الايد الرويشه الخاتم. اوكي ولايقين قوي. امتى نقول كتير؟ يعني بعد ساعات الواحد يلبس رويشه وخاتم يحس اوفر؟ لا خلي الرويشه في الايد دي والخاتم في الايد. لو مش لايقين على بعض ما هم لايقين بس لا بس بعد يعني هم لايقين وشكلهم حلو بس بعد ساعات الواحد لا انت عامله فعلا ديزاين حلو لايقين على بعض. بصي البريسلت دي مكتوب عليها يعني بما معناه ان هو تألقي او اشرقي يعني لان العالم كله بتاعك.